يا مري يا مري. سعدون سعدون يا مري يا ابو بدر يا ابو بدر يا دياب. هتروح مني يا دياب، هتروح مني يا دياب. بس يا مرأة فجرية ما تطوحيش. انا زين جهاد يا اخوي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. العيله كلها كانت هتتقتل يا ولد ابوي. الحمد لله على سلامتك اخوي. تعال روحوا كلنا في شربه ميه. تعال يا اخوي. ناجي ناجي حسن اخوي. تعال اخوي. ولدي ولدي مناح، اوعاك يكون صار شر. لا مناح بخير وطمن يا اخوي. مش يعني ان هو صمم يقتل خواجه عشان هو شايف انه لسه خطر علينا، بس احنا قتلناهم كلهم. وقت هدول اوعاك يكون حد مننا. اللي اتصابوا والقتلوا كانوا من البندريه مش مننا احنا، بس احنا برضه نجدناهم عشان ما نشيلش همهم ولا ذنبهم. خير خير ما عملت. ربي يجيبك بالسلامه يا ولدي، ربنا يجيبك بالسلامة. طمن على مناع، مناع ده بميت راجل. ايه تعمل الرجولة وحدي في الصحراء تحت الشمس؟ وديت تفوتني برضك اخوي. انا فوت له في الصحراء امانة، قادر ربي كريم يوصلها له وتنجده كمان. طمن اخوي. قادر يا مناع اخوي، مش قادر. مش قادر، مش قادر يا مناع اخوي، مش قادر. ربنا يستر، البوصله ضاعت وادينا بنلوش. لما الجمل اللي اسمه الجمل تعني، امال انا اعمل ايه؟ عشطان يا مناع اخوي ومش قادر اخد نفسي. اصبر يا همام، نعدي المنطقه دي ان شاء الله هنلاقي حاجه نصطادها، ولا حتى نلاقي وكل للجمل. مش هنوصل يا مناع، قلبي حاسس ان احنا مش هنوصل. الجمل خلاص تعب وقرب يبرك وانا مش قادر. بص يا همام، شايف اللي انا شايفه؟ شايف ايه؟ انا مش شايف قدامي اي حاجه. في جمل بارك هناك. ها فين؟ الحمد لله. يلا ميه. يلا الحمد لله. الجمل ده بتاعنا، انا عارفه كويس. الجمل ده بتاعنا، نعرفه زين، هو يعرف الطريق. فجرين. امسك نفسك يا صاحبي، امسك نفسك يا صاحبي. قادر يا مناع. وقوم. قادر. قوم يا صاحبي، ما تخافش. شرب لي ميه. قومش. ميه. اوعى تروح مني يا صاحبي. على مهلك يا صاحبي،
السلام عليك يا صاحبي. الله يحفظك واكلها وكفيك. عايزك تبقى ناشف وتجمد. اوعى تروح مني هناك. انا زين. انا زين يا مناع اخوي. بس امان عليك يا مناع. لما يسالوك في النجح قول لهم ان انا اللي قتلت اللي قتل عمي. قول لهم ان انا اللي قتلت الخواجه مناع. الله يعيك. ما تخافش يا صاحبي. بس انا عايزك تجمد. تقوم. اجدوا. عشان تقول لهم انك خدت الطار عنك. ايوه. ان شاء الله. نريح الجمال شويه ونرتاح. ونعاود على النجح. قبل العشاء نقوم وصلنا. ما تنساش يا اخوي. انا اللي خدت الطار عمي. تعال. تعال فضل. انا اللي خدت الطار عمي يا مناع. الحب حاجه ما جربتهاش قبل كده عشان احكم اذا كنت حبيته ولا لا. عارفه يا مناع، مناع هو الوحيد اللي صورته مش عايزه تطلع من دماغي. كل اللي تقدموا لي قبل كده كنت بفتكر ملامحهم بالعافيه، لكن مناع، مناع كل ملامحه محفوره جدا معايا. هو في حب بعد كده يا ست نورهان؟ حب، حب من مرة واحدة شفته فيها تيجي ازاي؟ هو الحب كده بيجي مرة واحدة بصدق ويلغي العقل، لكن الواحدة مش لازم تلغي عقلها، وإلا هتفضل أسيرة لحبيبها طول العمر وما تقدرش تقوله لا. بس أكيد بتكون سعيدة هي وحظها. ممكن يكون حبيبها بيعيش نفس الإحساس وساعتها يبقى رضاها عنده بالدنيا، وممكن يكون حبيبها قليل الأصل ويستغل حبها ويستعبدها. تكلميني بصراحة يا منال، بابا هو اللي طلب منك تتكلمي معايا في الموضوع ده؟ ليه بتقولي كده؟ أنا من صاحبتك ومن حاجة اطمن عليكي زي ما بتطمني عليا. أصل حكاية الأصل والأصول هي اللي شغلة دماغ بابا، مع إن البني آدم كله قدام، يعني أصله باين من أفعاله. مادام مش عاملة حساب أي حاجة يبقى حبيتيه فعلا. ونصيحة مني ليكي، اكتمي الحب ده في قلبك وطلعيه بالجطارة، وإلا هيبيع ويشتري فيكي. ده إذا كان جليل الأصل، لكن أنا متأكدة إنه ابن أصول ومتربي كمان. الحمد لله على السلامة يا ولدي. الله يسلمك. مناع ولدي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابوي، هلكت. ألف الحمد لله على السلامة يا مناع. الله يخليك يا عمي. أنا كنت متأكد إن الأمانة توصلك. وصلت وصلت وكله تمام والحمد لله. قول يا ولدي، قتلت الخواجة ولا؟ لا، أنا اللي قتلت الخواجة وخدت الطار عمي. بقى في حياتك يا ابوي. عمك ما ماتش يا ولدي، عمك بخير. عمي ما ماتش؟ ما ماتش. طالما عمك ما ماتش ما تقول لهم الحقيقة. إيه الحقيقة؟ الحقيقة ان انا قتلت الخواجة. مش مهم يا ولدي مين اللي قتله، المهم ان احنا خلصنا منه. تعال يا ولدي روح بيتك، يا امك متوحشاك بتدعي لك طول الوقت. على السلامة يا ريس مناع. الله يخليك. على السلامة يا ريس مناع. ازيك يا شوقي؟ على السلامة يا ريس مناع. مناع اللي عمله زي اللي عمله همام، الاثنين اخوات. قول لي همام، كيف قتلت الخواجة؟ شوف ابوي، انا اول ما شفت عمي اتصاب دماغي طقت، رحت شايل الرشاش بتاعي وجريت ورا الخواجه، لقيته خاف مني وركب عربيته وهرب. ولحقته؟ طبعا.
ركبت على الجمل وشبط فيه مناع، قال لي لازم اجي معاك، خليك مناع، قال لي لازم اجي معاك، قلت له تعال، خدت ورايا على الجمل ومشيت من طريق تاني لغايه ما بقيت بصوت الخواجه وفتحت النار عليه لغايه ما خليته هو والعربيه بتاعته كتله نار مهوجه. الحمد لله على السلامه يا ولد. الله يسلمك يا ابوي. يا عنطر، يا عنطر زمانك انت. الله يسلمك. بعد اللي حصل من الخواجة وبعد الخيانة والغدر ما دخلوا قلوب أهل النجع وبعد ما خسرنا ثلاثة من رجالتنا، أنا شايف إن زراعة الحشيش زي ما كسبتنا فلوس كتير لكن زرعت بينا الحقد والغل، عشان كده والنيابة عن أهلي مش هنزرع حشيش تاني ولا نتعاملوا بيه. ولدك هو اللي ابتدى بالخيانة يا كبير، ولولا ان حط للخواجة حنة بدل الحشيش كان زماننا بعنا وربحنا. انت اللي بدأت بالخيانة لما اتفقت مع الخواجة وعشمك تبقى الرئيس. انا طول عمري رئيس، لكن انت اللي كبرناك وعملناك رئيس علينا اسركتنا، وكنت بتتفق مع الخواجة على اتفاق قدامنا وفلوس تانية من ورانا. هو اللي عايز امر بيخبي دجنه، طب اتفق معاك من ورايا وما كانش يجرؤ يعمل كده، اللي لما لقاني عرفت انه بيبيع بضاعتنا بضعف تمنها لتجار مصر. انا كنت عملت ايه يعني؟ انا طلبت الزيادة قدامكم كلكم، ولو كنت حرامي صح كنت وافقت بالسعر اللي انت وافقت عليه. كان لازم نفهم من الاول، مش زي الاطرش في الزفة. شايفين الخواجة عمل ايه؟ زرع الشك جواكم، عشان كده زي ما قلت مش هنزرع مخدرات تاني. وحتى كلبنين يا حسان، نصيبنا من الارض هنزرعه خضار لينا واكل البهايمنا، واذا الارض ما كفتش هنشتري ارض خارج النجع نزرعها، وان شاء الله الوكل يكفينا ونعيش في امان وراحه بال. احنا هنزرع ارضنا حشيش وافيون ومعانا عيله عبادي، ومحدش من عيلتكم يخط ارضنا، وكمان نقسم الفلوس اللي اخذناها من الخواجة، انا عددهم بيدي ناقصين 20,000 جنيه. وماله همام، نقسم كل حاجة بينا بس نفضل اخوات وحبايب ورأينا واحد. وانا هعيش في البندق اشوف مستقبلي، واما توحشوني هاجي ازوركم زي الضيف. وتهملني يا صاحبي؟ هتفضل طول عمرك صاحبي يا همام، وطول عمرنا خوات. ربنا يديك هتوحشنا يا اخويا، هتوحشنا يا اخويا، ربنا يحببكم ببعض. هي دي يا اخوانا المحبه والمروءه اللي لازم تكون بين اهل النجع كلهم مهما اختلفنا. سلم علي لما قابلني وسلم علي. الله عليك يا ودي حصان، والله العظيم يا حصان. خير؟ في ايه؟ في واحده هاني ما بتسال عنك. ما قلت لهاش ليه ان هو مسافر؟ هو انت قاعد بره ايه؟ عياقه ولا عياقه؟ ابا يجرى لك ايه؟ انا جديد هنا ومعرفش حد، ودول اتنين هواني من ايه؟ اخر حلاوه يا راجل. طب روح دخلهم على طول. وسلامة. الو انا حصاوي، مين معاي؟ اهلا اهلا، ازيك يا حاج سالم عامل ايه؟ لا والله ده باشمهندس مناع مسافر بره وشحن المواشي والحمد لله، هو كلمني وقال لي ان هو ان شاء الله هيجي بعد يوم ولا يومين. حاضر ان شاء الله هبلغ ان انت حضرتك اتصل. مع السلامه يا حاج سالم، مع السلامه. اللهم صل على النبي، يا ارض احفظي معاليكي. انا بسال عن باشمهندس مناع. والله باشمهندس مناع في بلاد بره، بس هو الحمد لله شحن المواشي وان شاء الله هيجي قريب. هو حضرتك من الضرايب؟ لو من الضرايب تعالى اوديك ان شاء الله لمدير الحسابات، ولو انت من الصحه تعالى اوديك للدكتور البيطري. كل حاجه محلوله ان شاء الله وما يكونش عندك اي شغل. انت رغاي كده ليه؟ متروك شويه. خد الكارت ده يبقى سلمه له لما يرجع، وبلغه اني منتظر مكالمته. حاضر استاني. مع سلامه الله، نورتي وشرفتي. الله دي جميله قوي وباين عليك مهمه والله. اما يجي بقى يا بختك. الفراش بتاعه مش شبهه خالص يا نورهان.
عبيط ورغاض بس قلبه أبيض زي أيوة يا أختي زي مناع. منك بس أنتي وجعتي حتة وجعة. إنما إيه وإيه المزرعة دي كلها يا بوي؟ اخرسي أنتي هتفضحينا ولا إيه؟ يلا بينا. أنت صحيت؟ تعالي يا نسمة جاري هنا بنار الفرن. ها كل والله كبرت يا بنت. ايه الانسان اتعمو ولا انت يعني حاطه في راسك حاجه؟ انا ما انت عارف عني كل حاجه يا مناع. انت الوحيد اللي بعرف اتكلم معاه في البيت ده. انا بس كنت مستنيه الفرصه يعني علشان اعرف اتكلم معاك. قديمي قدامك اهو ولو اني عنيك يعني ما تطمنش. بصراحة كده انا عايز اكلمك عن فاطمة. يا بوي انت كمان ايه مالكم السيرة غير فاطمة؟ انا غير الكل يا مناع. البت فاطمة طول عمرها زي اختي. بعدين البت طيبة وحنينة وزينة وأي ملاك يعني ملاكة بجناحين نازل من السماء زي ما تقول كده. بس الاهم من ده كله ان مناع حاجة كبيرة قوي عندها. ده انا لو نطقت اسمك قدامها بس البت وشها هيروح ميت لون وايديها تبقى زي التلج وروح هتزوم. خلاص خلاص ناقص تقولي لي هتبني لك معبد فرعوني. يا ريت يا اخوي. اسمع كلام اختك. البت فاطمه بتحبك ولو لفت الدنيا كلها مش هتلاقي حد يحبك زي فاطمه بنت مغاوري. اتفرج بيه الارض عافيه ايه ومش محتاجه غير الانفار وبعد كده ترمي محصول ياما. امال مالك هاملها ليه؟ لشكلها ما بتجيبش معاك ايراد. لا غصب عني اصل مش فاضلها. ليه؟ دي ارض بعيده واخر الطريق والانفار ما ترضاش تاجي تشتغل فيها وتكلفنا الطقطقين يعني هتبقى مخسره معانا. خلاص يا عمي انجازف ونشتريها وبعدين نشوف كيف نصلحها والله المستعان. خلاص يا سيدي خدنا ال 200 فدان بتوعك. لا دول 300 فدان وزياده يا مناع بيه وانا معايا كل الاوراق المطلوبه مظبوطه ومتسجله. يبقى نروح للمحامي تقبض فلوسك فوري وتتنازل وبالمره نسجل العقود. يلا توكل على الله. على بركه الله حسبك انا على العربيه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. يا ارض زينه يا ولدي ربنا يدينا من خيرها ان شاء الله. ايه رايك يا ابوي؟ كده بيجيت الارض من الطريق لحد نجع كلها ملكنا نزرع فيها اللي احنا عايزينه نربو مواشي ونعمل كل حاجه. وفوت ارض النجع البندريه يزرعوا فيها مخدرات؟ والله ما يكون لو حتى نزرعها ججير. صدقوني زراعه الحشيش بتكلف كتير وديتها زرعتين ولا ثلاثه والبندريه يخسروا الجلد والسقط ويجوا يشتغلوا عندنا انفار. على بركه الله يا ولدي عمك ما يفهمش كيف ما نفهمك. يلا توكل على الله. اروح اصر الراجل. ربنا معاك يا ولدي ربنا معاك. ايه مش فاهم ولدي. لو كان معايا بطاقه زي اخوك مناع كنت خدتك من يدك وهربت بيك على البندر وتجوزتك هناك. لكن هنا كبارات هم اللي بيتجوزونا. قولي لي يا نسمة كان في يدي ايه وما عملتوش؟ نسمة يعني انت راجل ما فيش في يدك حل والحل عندنا؟ يا حبيبتي يا حبيبتي يا عم دياب منه لله هو اللي عجدها. اعمل ايه؟ عمك ما يقدرش يمشي كلمته على ابوك. كيف الحال مع ابويا وعم ناجي؟ عندكم غير عندنا. عندكم الكبير كبير العقل لكن عندنا كبير كبير البطن. يعني ابوك ملوش كلمة؟ ابوي ابوي بمليون حالة يا نسمة. قبل ما ياخد الافيون بحالة وبعد ما ياخد الافيون بألف حالة واللي يقبله في الحالة الاولى يرفضه في الحالة التانية. ما انت زي ابوك يا همام من غير افيون ملكش كلمة. ليه يا نسمة؟ وانا من متى رجعت في كلمتي؟ وانت من متى بتنفذ كلمتك معاي؟ بحبك يا نسمة؟ هتجوزك يا نسمة؟ هحارب الدنيا كلها علشانك يا نسمة؟ وفي الآخر إيه؟ أنا في يدي. ده لو كان مناع أخوي قال كلمة كان لازم ينفذها. لو قال لي زين من الناس هحارب الدنيا علشانك كان نفذها صح. أنا حارب الدنيا كلها لكن حارب عيلتي؟ حارب عيلتي كيف يا نسمة؟ كيف؟ طيب يا همام من هنا لحد ما تقدر تنفذ كلمتك
انت مش هتشوفني تاني. نسمه 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 استني يا نسمه، انا بحبك يا نسمه. يا نسمه استني، تعال يا نسمه، وقفي واسمعيني، وقفي واسمعيني. بعد عني يا همام، ما عايزاش فضايح، الصوت بيسري في الخلا. يبقى وقفي واسمعيني. عايز تقول لي ايه؟ هتقول لي ايه غير انك بتحبني؟ عايز اقول لك، عايز اقول لك اني بحبك، بحبك يا نسمه ورايدك، وعايز اتجوزك. لو خرمتيني من مقابلتك الدنيا كلها هتغشلك في عيني، ويمكن اموت يا نسمه، اموت. وانا قاعده في بيت ابويا يا همام، وهو وافق على اول عريس يخبط على باب بيتنا. لو ابويا وافق عليه، لو حبيت تيجي اهلا وسهلا، حبيت تسمع كلام عمك انت حر. خلاص غشله جت وقفلت. يا مرارك يا همام، يا مرارك يا همام. سمعتم اللي انا سمعته ولا انا هنحلم؟ معقوله دي بنت كابلنا عشق همام ولد بنداري؟ والله لا افضحك يا وجيده في بيتك، كيف ما كنتي هتفضحيني؟ عيب يا بهيه، وتشمتي فينا العادي، عيب. امال استورها؟ هو بعد الفضيحه دي حد من العيله يرضى يجوزها حد من عياله؟ ولا يرضي ربنا اننا نسكت على اللي شفناه وسمعناه؟ انا هروح لامها، هقول لها على كل حاجه سمعتها، وهقول لكل الخلق، ولازم افضحها زي ما فضحتنا زمان. يا مري، نسيت اجيب البطاطس والطماطم لامي، ارجع تاني. راح فين يا نسمه؟ نسيتي حاجه حدا الارض راح تجيبيها؟ راح اجيب شويه بطاطس وطماطم لامي، ينوبك سوا بتيجي معايا؟ لا روحي انتي، انا ورايا مصلحه للعيله رايحه اقضيها. يا بنت الكبير اللي مشرفنا. قصدها هادي، عرفت منين اني كنت احد الارض؟ لاحظني تكون شافتني مع همام. هم اللي في يدك يا سعديه، قومي هاتي شويه وجيد نحمي الفرن. حاضر ست وجيد. ونادمة على عديلة، خليها تاجي تساعدنا، عاوزين نخلص الوكل قبل ما يعاول سيدك حسان وسيدك ناجي. ست عديلة اهي. تغرتي رحت فين يا بنت؟ انت مش قلتي هتعملي صينية البطاطس لجوزك؟ ايوه قلت، بس هعملها بايه؟ بالباذنجان؟ تتكلم عادل يا عديلة، في ايه؟ اسألي بنتك نسمة لما تعاود، وشوفيها ايه اللي اخرها لحد دلوقت. راحت تجيب شوية بطاطس وشوية طماطم من اذان الظهر. ليه؟ بتجيبهم من البندر ولا بتزرعهم من جديد؟ اساليها كانت بتصرمح فين؟ شو كسر خشمك؟ هي بنتي بتاع الصرمحه، وديني اللي انا جايله لجوزك ربيكي. ربي بنتك الاول. انا سمعت عليها كلام يفور الدم هي وعمام البنداري. كلام ايه دي يا عديله؟ البت اللي تجيب لاهلها العار ملهاش غير الموت. هقوم اشوفها غارت فين. خلي بالك بهي قاعدة برة ومجمعة الحريم حواليها ومستنية تشوفها تعملي ايه، وما نسيتش اللي عملتيه فيها زمان. اهدى، راح على وين يا ست وجيدة؟ وسع من وشي يا زرزور. كيف؟ كيف اوسع وانت واخدة في وشي كان قتل القتيل؟ لسه ما تقتلش لكن هيتقتل. هيتقتل؟ ست وجيدة! كنت فين يا بنت؟ ترى ايه يما؟ كنت بجمع البطاطس والطماطم من الغيط، شوفيها بطينها ايه؟ وبتجمع فطار نص يوم؟ اصلا يا يما انت لما... ايه؟ اللي صابك يا بنت الكبير؟ ما احنا شفنا كل حاجة. قطع لساني اللي جبت سيرتي. اياكي تنكري، انا شفتك بعيني مع همام وسمعت حديثكم بوداني، وكل الناس دول شافوكي. ما تصدقيهاش يما، ده كان بيسألني عن اخوي ملاح. الله يا بنت، كدابة في قص وشك. شوفوا البجاحة يا ولاد. بجاحة في عينك يا بهي. يا فجرة، بجاحة في عينك يا فجرة. أنا بنت حسن الكبير واخت مناع، محدش يقدر يمس كلمة. بعدي يا فاطمة عيني. يلا يا بنت تتجمعي على البيت. يلا لما ياجي أبوكي وعمك هم اللي هيتجمعوا معاكي. عشقة عشقة يا ناس عشقة، كلكم شفتوا صح؟ أيوة شفتوا، كلكم شفتوا الخاتية. يا فجرة يا فجرة. نورهان انت نايمة؟ آسف، باين انك اتكلمت في وقت مش مناسب. ابدا، حبيت بس ابص على اسمك على الموبايل شوي. ليه؟ حبيت استمتع بانك بتطلبني وبعدين انا اطلبك. وايه الفرق؟ ما هو برج العذراء كده،
يحب دايما المبادرة تبقى في ايده، ما يحبش الاحداث توديه وتجيبه. انا مش عارف ليه مستحمل منك الكلام ده، اصلي مش متعود ان مرة، قصدي ست يعني، اسمع منها كلام زي كده. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس، السفرية طولت قوي. الله يسلمك. وهان وانا ممكن اقول لك على حاجة؟ اتكلم يا باشمهندس. وحشتيني نورهان. نورهان أنسة، نورهان انت معايا؟ مش هسيبك. الخط انقطع. الو، يظهر ان في مشاكل في الخط يا باشمهندس. حضرتك كنت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه. المهم السفرية كانت كويسة والشغل ماشي كويس؟ الحمد لله كله تمام. وأنا ممكن أقابل أبوك؟ طبعا، مهما موجود في البنك كل يوم؟ لا، في البيت. خير، قصدي يتشرف في أي وقت، بس اديني فرصة أسأل وبعدين أرد على حضرتك. ماشي، بس ما تطوليش عليا. لا على طول. مبسوطة قوي لمكالمة حضرتك وعلى فكرة أنا عديت على حضرتك في المزرعة، كان في شوية مشاكل كده في الحسابات يعني مفهوم مفهوم. تصبح على خير. مع السلامة. انت عارف اني بخاف منك، وصلت نفسي خوف منك، لكن عليا شغل ولا حراس. يا رب يا رب انا حبيت همام وهو حبني ورادني في الحلال، هم اللي حرمونا وعكدوا الجواز على شرعك وحلال. يا رب انا ضعيفة ضعيفة، انا مش تمام غير في عدلك وحلالك. يا رب يا كريم يا رب. اتموحي على ايه؟ ما خلاص يا بنت بطني، البينة بانت والعار اتحط على راس ابوكي، وهنتعايروا بيك العمر كله. حرام عليكم يا ابوكي، والله العظيم شريفه، والله العظيم شريفه. ما تبقيش انت والزمن عليا. وفين الشرف يا بنت في اللي انت عملتيه؟ وانت برمقتي شرفنا في حضن ابن البنداري. والله العظيم حرام، ده ظلم يا امه، ظلم. حرمت عليكي عشتك. خلاص خليكي مرميه هنا، ولو كان ليكي عمر وطلع عليك النهار مش هتلاقي غير ليل القبر اللي ملوش اخر، وادعي ربنا انه ما يطلع عليك النهار. ليه يما؟ ايه يما كده؟ انا مش بنتكم؟ مش حرام عليك انت تعيشينا طول العمر مذلولين، وتخلى ابوكي كبير النجع يطاطي راسها؟ منك لله يا بعيده، ملعون البطن اللي شالتك. يا رب يا رب يا رب. مجنون انت ولا عقلك راح؟ كيف تقول عن روحك انك انت اللي قابلتها في الطريق وقفت تتحدث معاها؟ ما هي دي الحقيقه يا بوي، نسمه ملهاش ذنب، وانا لو ما اعترفتش على روحي هيقتلوها. يا ولد اخوي، ما انت لو اعترفت على روحك هيقتلوك انت. بقول لكم ايه، تعالوا تحدثوا جوا عشان نسونا ما يسمعوناش. هيشيلوك العيب يا ولدي ويقول عليك قليل الحياه، وحتوقع العيلتين ببعضيهم. يا بوي انا اهون علي القتل ولا اني اوسخ توبها نظيف واقول انها جاتني برجليها؟
مدام هي دي الحقيقة ما تقولهاش ليه ونفوتهم. نفوتهم يربوا بنتهم كيف ما هم عايزين. هيقتلوها هيقتلوها يا بوي. نسمة ما تستحقش القتل يا بوي. أنا بصراحة بحبها من وإحنا صغيرين. أيوة 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 أيوة, أيوة. عشان كده كنت بتحرضني في المجلس إن أطلبها لك وتقول لي إني بورط أبوها. أتريك بتورطنا أنا. وفيها إيه يا عمي؟ فيها إيه لما تجوزوها لي؟ بعد اللي حصل ده مش ممكن تتجوزها. حسان لو وافق يتجوزها لك يبقى بيعترف على بنته إنها خاطية. ودي حلها القتل مش الجواز. يعني كده كده لازم يقتلوها. ولما يقتلوها مش هيدور على اللي غواها عشان يقتلوه؟ يبقى اكرم لي ان انا موت وانا فايت سمعتها نظيفه. انا هروح لحسان اقول له البت اللي مطصون الشرفها تستاهل اللي اجرالها والراجل معلش يلوم. لا يا عمي لا يا عمي كده كده يقتلوها. احب على قدك يا عمي احب على قدك بلاش. وقف يا دياب وقف. كلامك دي مش هيحل المشكلة مش هيحل المشكلة. أنا لقيت الحل اللي رايح الكل. أنا هروح لهم بنفسي وأعزمهم على فرح حمام. فرح مين؟ الأسبوع ده حجوزك جميلة بتعبك سعدون. والحياة بقى من الميت. أنا كبير العيلة وشفت كده. بتساعدون الله يرحمه مفهوش راجل وبته ومرته محتاجين راجل وسطيهم بس بالحلال يوفر لهم القوت والأمان. عشان كده حجوزك جميلة وفك الحداد. يا سلام يا ولد أبوي على مخك الكبير. بكده عاد هم ملهمش عين يتهمونا ونبقى نفينا الحديث الماسخ ده عنك. بقول لك ايه اذا سألوك يعني عن وقفتك معاها في الغيب قول لهم كنت بسألها على اخوها مناع اذا كان موجود ولا لا. ليه ليه؟ عشان اعزمه على فرحي ويتفضل مشكل. يا بوي بالبساطة دي ماشي عشان سمعتها انها وافق بس بشرط تتأجل دخلتي لغاية ما اطمن على نسمة عشان اتجوز وهي تتقتل. معناته ايه الكلام ده يا بن داري؟ معناته واضح لكل اللي يفهم في الناجح مفيش حاجه وحشه بين ولدي وبنتك لا سمح الله. لا دي كلام حريم وكيد نسى. وحضورك فرح ولدي هيقطع كل لسان. ده ايه الحديث الماسخ ده؟ فوق يا بن داري فوق. يعني ولدك يشغل بيتنا ويسوق سمعتها وعايزنا بعد كده نطرمخ على الموضوع؟ لا والأكادة جاي بكل بجاحة عايزنا نحضر جوازته. ده بطل الحمقة دي يا ناجي. بلاها بلاش. أنا زي ما قلت عيلين صغيرين متربيهم مع بعضيهم وبتحدتهم مع بعضيهم ما في سؤنية لا سمح الله. أنا لما شفت نسمة في الأرض قلت أسألها على مناع صفر ولا لسه. كنت عايز امسك فيه يحضر فرحي. ما هو صاحبي انتوا كلكم عارفين. وبعدين موضوع جواز همام من جميل هذا موضوع قديم ومعروف قبل الكلام العفش ده ما يتقال. احنا حدانا ولا يا حسان ولا قاعدين من غير راجل بيت ود عمي سعدون الله يرحمه الله يرحمه. عشان كده انا بدرت بجوازه من جميله. ويرضي ربنا ان ولدكم يتجوز الايام دي والدنيا مولعه. الكلام على بنتي على كل لسان. اللي كلامه عن بنتك بالباطل احنا نجيبهم وسط النجا ونقطع لسانهم.
ونفض السيرة دي. لا يا بن داري، نقطع لسانهم بقعدة عرب ونجيبهم يشهدوا باللي شافوه واللي سمعوه، والحكم اللي حيطلع يتنفذ حتى لو كان بقتل بيتي وولدك. لا لا يا حسان، المحكمة دي ما تلزمنيش، أنا ما ضيعش دم ولدي قصاد دم بنتك. مش ولادكم اللي طلعت منه العيبة وتعدى الأصول. الله، ايه السلسلة الجميلة دي؟ أنا عايزة واحدة زيها. جايباها منين؟ عجبك شكلها؟ شكلها بيلمع كأنها ألماس حقيقي. ما هي ألماس حقيقي يا هبني، منها جرى فتحتي امبارح. اخت عليكي كده برضو ما تقولي ليش، هي دي برضو الصحوبية؟ معلش كانت حاجة عالضيق، ان شاء الله ملحوقة في الفرح. يبقى لازم اروح اوزع نشرة الاخبار واوزع النميمة. نور خطيبك وصل. اهلا اهلا يا باشمهندس، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ انت مش قلت اني مسافر النهاردة؟ جايلك في زيارة مفاجأة، تقدري تعتبريها زيارة عمل، ولو ما فاضياش اروح لحد تاني. لا فاضي. طيب يا ريت تحصلي لي الشيك ده في اسرع وقت وتدخليه في حسابي. طب ممكن تلف وتجابني؟ مالك يا منى؟ وايه المبلغ الكبير ده؟ اصلي مشارك جماعة اصحابي على مزرعة وحتة ارض 200 فدان، والفلوس دي كنت دفعتها تمن ادوات زراعيه ومجررات يعني للارض دي. يعني عندك مزرعه مواشي وعزبه 200 فدان؟ وعندي شركه كمان، وكل حاجه هتعرفيها في وقتها، بس اي حاجه هتعرفيها عني هتفضل سر، مفيش اي مخلوق يعرفها حتى لو كان ابوك وامك. ساعات بخاف منك. ليه بتقولي كده؟ لان الاسرار الكتير معناها ان في حاجه مش مظبوط ولازم تتدارى. منى لو في حاجة غلط قول لي عليها وانا اعفيك من اي عيوب. هو كون امتلك مزرعة وحتة ارض يبقى في حاجة غلط؟ اقول لك يا نورهان، خلي العلاقة بينا تبقى علاقة عميل بموظفة احسن، ويا ريت تخلص عشان ما تعطل. انت زعلان كده ليه؟ لان اللي هتشك في عريسها في الاول عمرها ما تقدر تعمر له بيت. فهمت لي يا نورهان؟ ويا ريت تخلصي او الشيك عندك. انا بقى هينفع اخد الخلاجات دي ولا لا؟ بس مدام جاي على اسمي يبقى اخدها معايا. جهزت نفسك للسفر يا نسمة؟ انا خدت الخلاجات الجديدة معايا، بس مش عارفة اذا كان هينفع البس هناك ولا لا. وايه اللي يجي لي نفعهم؟ ما هدوم زينة وحشمة. طب تحب تاكل الاول ولا نمشي على طول؟ اي حاجة. وابقي طلعي شنطتي. مالك يا مناع؟ فيك حاجة يا اخوي؟ يحرق ابو المخدرات اللي جريتها، خلتني خاف من خيالي واشك في اقرب الناس ليا. فيك ايه يا مناع؟ وجعت قلبي. انا قررت ما اتجوزش من هنا. خلاص تبقى بنت عمك مغاوري اولى بيك من غريبة. لا بنت عمي ولا اي واحدة من نجع من اساسه، هيكون في دماغها ايه يعني غير الوكل والشرب والعيال؟ ده عيشة تخنق. واه عليك يا مناع، عايز تعيش كده وحدانية طول عمرك؟ الظاهر ان ده قدر يا بنت ابوي. ايوه اعرفك، صاحبة نورهان في البنك. ايه اللي حصل؟ انا جاي على طول، جاي على طول. في رايح فين ده؟ نورهان في وايه اللي حصل لها؟ انا اللي بسألك، قلت لها هي خليتها تنهار بالشكل ده. بعد ما مشيت ساهمت وكأنها مش شايفانا، وبعد كده وقعت من طلب. اكيد قلت لها حاجة، قولي ايه اللي حصل. طب هي فين دلوقتي؟ جوا عند الدكتور. ممنوع يا استاذ. مجنون ده ولا ايه؟ نورهان. ايوه يا استاذ.
سامحيني معلش. صعيدي كنت بس تداوي معي، مع انك نصك صعيدية بس الحنية دي كلها. اوعدك اي حاجة تقولها لي هتبقى سر بيني وبينك. صدقتي؟ مفيش سر ولا حاجة. مش عايزك تبكي، قول ما انا عايش على وش الدنيا. تحبيني؟ أظن كده بقيتي كويسة وتقدري تروحي، ولا تحب أحجزك يومين كمان؟ موافق لو هتحجزوا إياها. هتفوتي عليا أنت، أنا عارف. أنا كمان بحب الجوز. عايز بتقعدي على اللابتوب هتكسريه. يعني ايه؟ ده كمبيوتر بتاعي عليه شغل كله. واه شغلك في الشنطه دي؟ ما تشغليش بالك، المهم احنا هنطلع من هنا على جنة ونعدي على شركه الالات الزراعيه نطمن راحوا الارض الجديده ولا لا. اديني كنت معاك اهو، وديني مطرح ما انت عايز اهو كده اريح. لا قول لي يا منى، ايه اللي نزلك ملهوف دي؟ مشكله حصلت لي كانت ممكن تخربط لي مستقبلي كله، بس الحمد لله لحقتها في الوقت المناسب. الحمد لله. احنا هنوصل في الليل ولا قبل الشمس ما تطلع؟ انا خايفه حد يشوفه. لما نوصل هناك يبقى يحل هربنا. خدي الكنسايه دي تسلي بيها في الطريق، وانا هشغل لك احلى اغاني نجوم اف ام. ولو عايزه تنامي نامي. فهمتك، قصدك اسكت. هاسكت خالص اهو، بس افتح لي البتاعة دي. السفر الطويل محتاج هدوء وتركيز، وانا ما اخبيش عليكي عندي شوية مشاكل في الشغل عايز افكر فيها بهدوء واحاول الاقي لها حل في سكتي. فكر براحتك يا اخوي. اقول لك انا هريح الدكة اللي ورا دي. هتروح فين؟ استني. ما تبقى مصطبة ولا ايه؟ اعمل ايه؟ انا هركن على جنب وانت انزلي اركبي من الباب الوراني. طيب. نفسي اعمل لك عمليه نقل مخ وربيت دماغك. يعني ايه تتجوزوا على طول؟ انت لعبتوا تعرفوا بعض؟ ولا انت كنت عارفاه وبتمثلي عليه انك اول مره تشوفيه؟ انا يا ابوي انا اعمل كده؟ معقول الكلام اللي بتقوله ده يا توفيق؟ ما هي حاجة تجنن، البت اتقلب حالها من ساعة ما عرفته. صح يا توفيق، وده دليل عنها ما كانتش تعرفه، وإلا كان حالها انقلب من زمان. إيه اللي جرى لها؟ مدلوجة عليه وهيمانة وحاجة. جرى يا توفيق، البنت بتحبه وفرحانة بيه، مش أكتر من كده، بلاش تفكيرك أنت يروح لبعيد. ده أول حب بيشغل كيان البنت دايماً. في يومين يا علية؟ يوه، شافت فيه مستقبلها. أنت أمرك عجيب أنت كمان. انت مش كنت اكتر واحده معترضه عليه دلوقت بتدافع عنه؟ يوه يا توفيق، انا بدافع عن بنتي، مش عايز اكسر قلبها. البنت بتحبه ومش ممكن هتحس بالسعاده الا معاه، يبقى مفيش قدامنا حيله غير ان احنا نتجوزهم لبعض وندعي لهم بالسعاده. غلبتيني يا علي، الظاهر ان كنت متهور شويه وقاسي على البنت. لولا ان انا عارفاك كنت قلت انك غيران عليها، بس انت اعقل من كده يا توفيق. خليها بقى تشوف مستقبلها. Thank you.
خلفتش العيون الجميلة دي عشان أخليها تبكي. ازاي يا بابا؟ ازاي تظن الظن ده فيا؟ ده انا على يدك بخرج معاك وباجي معاك. خلاص انسى اللي حصل. وعموما يا ستي انا موافق على الجواز، بس على شرط يعمل لك فرح ما حصلش في سهاج كلها. ما هو اكيد هيعمل كده، بس مش كل حاجه عليه، احنا لازم نعمل حاجه. لا كل حاجه عليه، كفايه ان احنا هنديه جوهره الماسه مفيش زيها في الدنيا كلها. انا ما افهمش في الكلام ده، لما بقى يجي بالسلامه من جنا تبقوا تتفقوا. هو رايح جنا ليه؟ هيشتري مواشي زي السودان؟ هو ما بيحبش حد يعرف حاجه عن شغله، لكن انا هقول لك اللي سمح اني اقوله. هو اشترى معدات زراعيه بملايين، كان جاي النهارده البنك يغطي الشيك لحساب شركه المعدات الزراعيه. ويشتري معدات زراعيه بملايين ليه؟ لانه شارك جماعه اصحابه في شراء مزرعه 100 فدان في قنا، وطلب مني ما اجيبش سيره لحد، بيخاف من الحسد. لكن انا حبيت اقول لك عشان تطمن انه ابن حلال ومكافح، بس وعدني انك ما تجيبش سيره لحد ولا حتى لماما. دي حاجه تفرح وتخليني احترمه قوي، بس انا مش عارف ايه الداعي للسريه اللي فرضها على نفسه وعليك دي، زي ما يكون بيعمل حاجه وحشه. يا ابوي لازم تعذره، ده عاش طول عمره وحداني وسره دايما بينه وبين نفسه. عقلك كبير يا بنتي، وما دام انت فاهماه انا اوعدك مش هتدخل في حياتكم، ومش هحاول انا وامك نعرف اسراركم، لكن انت لازم توعديني تقولي لي اذا حسيت باي حاجه مش مظبوط. اوعدك. طيب اتصلي بيه قولي له مستنيه لما يرجع. هو طلب مني ما اتصلش بيه الا لما هو يتصل الاول. غريبه، انتوا احرار بعضيكم. يلا البسي هدومك وحصليني نتغدى سوا. ربنا يخليك ليا يا ابوي. ويخليك ليا يا بنتي. لله انا عايز تسمع كلام ولدك مناعه. عايز تقول ايه يا مغاوري؟ الارض دي حتاكل الرجاله، مش هتديهم قد ما هتاخد منهم. بقالنا شهور بنشتغل والشتلات دي مش عايزه تكبر عن كده. مناع ولدي مش عبيط، ده باش مهندس وعارف هو بيعمل ايه. يا قله العقل يا مغاوري، ربنا ادانا عقل نفكر بيه. البير اللي هنيه ما يكفيش، المايه اللي بنسحبها منه بنسحبها بطلوع الروح. نفحته بير تاني ونغوطه. هي مش حكايه ميه بس يا عمي، الفكره دي سابقه لاوانها، وعقبال ما نلاقي حل للارض هنكون متنا من الجوع. طوعنا يا كبير، طوعنا يا كبير ناسك. بقول لك ايه يا كبير، كفايه لحد كده النهارده، الرجاله نفسها اتقطع، يلا بينا نروح على بيوتنا. قلنا للرجاله ارتاحوا على ما تيجي العربيات تاخدهم، زار العمليه وعره قوي. ارتاحوا يا رجاله. اهدي. مناع ولدي. يلا شهيد مع الرجال. الحمد لله على السلامة يا ولدي. لا تعال غلط. الله يسلمك عم ناجي. عاملين ايه؟ الحمد لله يا ولدي. احنا بخير. لكن الحاجات اللي انت جايبها دي كلها؟ وفي حاجات تانية كتير. ساره يا ولدي الفلوس دي تترمي في ارض خراب مش هتجيب همها. ليه بتقول كده يا عم غوري؟ بس رجاله نفسهم اتقطع من الصبح وهم بيساووا في الارض ومفيش فايده. من اللي قال لهم يعملوا كده؟ الجرارات دي تساوي الارض في ساعه وتنحرط وتتزرع في اسبوعين ثلاثه بالكثير. لا اله الا الله. طب لما الجرارات تشتغل الرجاله هتشتغل فيها مناح؟ انا اتفقت مع مهندس صاحبي يعني هيجي عسكري هنا وهيعلم الرجاله واحده واحده. الارض دي مش هتدي، الارض دي مالحه ومطبله. يا عمي خد نيبك صبر الله يرضى عليك، كل حاجه وليها دواء، وانا جيبت اسماد عضوي هيحل مشاكل الارض دي في شهر. يا مغاوري قلت لك ولدي مناع عارف هو بيعمل ايه. بوي. ايوه يا ولدي. عايز اقول لك حاجه، يعني بنت نسمه معايا في العربيه، هي ما طلبتش تبعد بعيد عنكم. طب اكتم يا ولدي،
النجعه كله عارف انها ماتت. بقول لك ايه، خذها على البيت من غير ما حد يشوفكم. هي يلا يا ولدي، عبال ما نكرم الرجال. زين الفكره بس يا ابوي، يعني انا كنت عايز عم ناجي بعد اذنك يا كبير. خلاص يا ولدي يلا. عم ناجي يا ولدي، عايزك في موضوعك ده ملولو. جري يا مغاوري، هو انت كده خالف تعرف؟ يلا اطلعوا برا وقفوا على الباب. هميات او كيف ما انت شايف يا مناع يا ولدي، الحشيش في الحفظ والصون وعليه حراسه كمان. الليله فرح حمام مش كده؟ هي الليله، لكن انت بتفكر في ايه؟ اسمعني زين يا عمي، انا بعت الحشيش خلاص لتجار من مصر وقبضت العربون والتسليم الليله. يستحيل، مش هنلحق نوصله. ما تخافش، تسليم قريب هنا عند فئة البحر، التجار هيحملوا في صنادل وسط البلح. طب خلي بالك من تجار مصر يا ولدي، دول غدارين، لازم تأمن غدرهم. تشغلش بالك بالحاجات دي، انا بس لي عندك طلب واحد. خد التليفون دي. ايوه خليه معاك. طيب او تاخد البضاعه على الجمال وتمشي وسط النخل. طيب اول ما يجينك مست مني اشاره، يعني اشاره. ايوه التليفون ده هينور وينطفي. اول ما يجيلك اشاره مني على التليفون ده هتحمل البضاعه على المركب، تاخد الرجاله والجمال وتعاود من مطرح ما جيت من غير ما حد يحس بيك. حاضر يا ولدي، بس تفتكر يعني احنا كده هنبقوا في امان؟ تخافش، انا مناع لحويطي برضك. اما نسمه يا ضنايا يا بنتي، يا ضنايا يا حبيبتي يا بنتي، توحشت الجو يا نسمه. توحشتك والله العظيم يا اما. يا نور عيون امك من جوه. الله يخليك. وخالتك عديله ما توحشتكيش على شغلك. وحشتوني. ربنا يخليكم لي يا رب، وما يحرمني منكم ابدا. ولا يحرمنا منك انت يا نسمتنا. الله يخليك. الا قولي لي يا بنت، انت ما عمرتيش عند اخوكي مناع ليه؟ كانك كده شفت حاجه عفشه ما ندتش عليك. عفشت ايه؟ ده كاني كنت عايشه في الجنه. بس تقولي ايه؟ الجنه من غير ناس ما تنداس فجريه. ليه؟ هي سوهاج ما فيهاش ناس؟ دي مالنا ناس، وعربيات رايحه وجايه ليل نهار قدام بيت اخوي. وانت كنتي بتروحي وتاجي وسطيهم؟ لا، كنت ببص عليهم من البلكونه من فوق واستنى لما منع اخويا يعاون اعمل له لقمه ويدخل ينام، وكل يوم على ده الحال. يو ده ايه العشره تقصر العمر دي؟ يا عيني عليك يا ولدي، اتريك بر قبل اوانه. يا خوفي لو فاطمه بنت مغاوري هي اللي ما ترضاش بيه. بلاهم، خليها قاعده هناك جار ابوها. قومي قومي يا بنت يا نسمه، نعمل طاجن حمام بالفريك عشان اخوك يتجود بيه. يلا قومي. والله نورت بيتك يا نسمه. فضل يا باشمهندس، عقود الجرارات والمواتير ومكنة الشفط الكبيرة هتركب ميتة. بكرة بإذن الله لما تخلصوا حرد هتكون المية بتجري زي الرهوة. شاكرين، توكل انت على الله. سلام يا باشمهندس. والله ولا في الأحلام الكلام ده كان يخطر على بال حد فينا. فلوسنا يا أبوي حلالنا، تعبي وشقايا وشغل في السوق. اسمعني يا ولدي، أنا وإنت وحدينا ومعنا ربنا. قول الحق، جبت الفلوس دي منين؟ تعرف انا قتلت الخواجه بني ليه؟ كده انا عرفت، كان بيقول الحق لدياب. صح، انا كنت بعمل كل حاجه، يبقى حرام البندليه ياخدوا زيهم زينا. انا كنت باخد نصيبي من كل زرعه وابيعها لتجار في مصر، وكانوا بيدوني قد اللي كان بيدهوني الخواجه بني مرتين ونص. كفايه كده، أنا فهمت كل حاجة ومش راضي عن خيانتك دي يا ولدي. خيانتي للبندرية؟ طب أدينا هملنا لهم زراعة المخدرات، خلوهم يورونا هيعملوا إيه. وأنا أتحدى أي نفر فيهم يطلع النص اللي كان بياخده مني. وخيانتك لأبوك هتسميها إيه؟ أنا وإنت واحد يا أبوي، والعيلة كلها أمانة في رقبتي، وأديك شايف النتيجة، اللي بيكسبه بصرفه على العيلة وليكم. كله اسمك، وانت قلت كده قبل سابق. وهي ينفع برضو تبقى باسم حد تاني؟ لكن الخير هيعم على الجميع، وانا هملك الزرع توزعه بالطريقة اللي شايف فيها العدل. تبقى فين الخيانة دي يا ابوي؟ وقاعد معك فلوس كتير؟ انا بصرف دلوقتي من تمن الحشيش المتخزن ومش هيكفي. على فكرة الليلة حسلمه واقبض بقية الفلوس، يا دوبك تغطي بقية مصاريف الأرض لحد ما تطرح.
وتبقى غارت فلوس المخدرات بشراء الأرض وتجهيزها، وكله تحت يدك والعقود كمان. اعمل ما بدالك يا كبير. هتحتاج كم نفر معك في التسليم؟ دول تجار اتعاملت معهم قبل سابق، ما تخافش. وعموما انا كلمت عم ناجي، هو هيتصرف كالعادة. ربنا يوفقك يا ولدي. انا هستنى شوية لاني تستلم البضاعة بعد العشاء، وبعديها اطلع على سوهاج طوالي. كان ودي تعود بسرعة يا ولدي، عايزين نخلص من حكاية جوازك من بنت عمك مغاوري فاطمة. بلاش منها الجوازة دي يا ابوي. شري يا ولدي، تناسي انها مرهونة باسمك من زمان؟ ما انت رهنتها من غير ما تشرني. هتكسر كلام ابوك يا مناع؟ معاش ولا كان اللي يكسر كلامك يا ابوي. انا هتوكل على الله وربنا يعمل الصالح واللي يرضيك. بالاذن يا ابوي. مع السلامة يا ولدي. مع السلامة. تعال شوف قطك زي انت قالك، بقت زي قط الإرسال. ايه ده يا امي؟ نفافيخ وزينة، عيل صغير اياك تضحكوا عليه. ده انا شيعت جبتهولك من المركز مخصوص. كتر خيرك يا امي، كتر خيرك. يما انا مش مبسوط من الجوازه دي. الجواز يا ولدي زي القدر، مكتوب علينا من الازل. يعني لو جميله مكتوبه لك يبقى مش هتخش الا على جميل. والقبول، القبول يما اعمل ايه؟ مش قابلها، مش طايقها. كل ما افكر ان انا هعيش معاها العمر كله اتخنق، تحس اني ركبني 100 عفريت. انت لسه في دماغك بالتحسان يا ولدي. انساها، نصيحة انساها. الجواز حاجة والعيش حاجة تانية خالص. ومدام وافقت خليك راجل وما تكسفش ابوك وعيلتك. حاضر يا أمه، حاضر. بس احب على قدك شيل الزينة اللي انت عاملاها دي والنفافيخ. ودعي لي، ادعي لي يما. انا هقوم اسبح واتجهز على معم دياب يخلص كتيبه الحراسه اللي عاملها دي. ربنا يسعدك ويهنيك دنيا واخره يا ولدي. كله تمام؟ خلاص يا سناجي، اجمال اتحملت وتربضت. يبقوا تروحوا بالطريق الوراني وتلفوا نواحي وادي النخل وانا هقابلكم هناك. ده البندرية هيتجننوا لما يعرفوا ان احنا بعنا وهم لا. ملناش صالح بالبندرية، خليهم غرقانين في فرحهم ومش دريانين احنا بنعمل ايه. يلا توكلوا على الله يا رجالة. يلا رجالة توكلوا بينا على الله. يلا رجالة، يلا هميات، يلا يلا يلا, يلا طهوه. الله 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 الله، يلا محدش فيكم يعمل دوشة. يلا امشي وراه.
شرف. ألف ألف مبروك يا ريس بن داري. الله يبارك فيك. ألف مليون مبروك يا عريس. الله يبارك فيكم يا كبارات العبايدة. مبروك يا دياب. نقوطك يا عريس. امسك ما تختشيش. هيختشي من عمه. مش مهم الليلة يختشي من عمه. المهم انه ما يختشيش من بيت عمه. انا راجل ولد راجل. وعيني تدب فيها مليون رصاصة. بعد الشر عليك يا عريس. الدنيا احلى سلام. الرئيس بن داري. الرئيس بن داري. كبير النجر. كبير النجر. وولده. وولده. همام. همام. اللي هو. اللي هو. العريس. العريس. اديني سلام صعيدي شحط محش. شحط محش. بنتك يا ابو بناء. المسامح كريم يا واد عمي. احب على يدك، احب على يدك. سامحني انا عارفه اني غلطانه، بس يمين بالله يمين بالله ما في حد مس شرفك. عارف يا بنتي، بس النصيبة اني فضحتك بقيت في النجع كله، واي عريس حيجيلك حيعيروه انك فضلة همام. بزور وغلوتك عندي بزور، والله العظيم ثلاثة بزور. منها لله بهية هي اللي شنعت عليكي وقالت بدل الكلمة عشرة. عشرة بس، قولي ألف ولساها بتنبط بالكلام. طب وديني لكت على لساني. حملوني دلوقتي، حملوني. خلوا زرزور يعمل لي كوباية شاي. يلا 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 اجروا اجروا. تعبتي، ربنا يسترك دنيا واخره. حلو قوي، الواحد عايز يقدش العظم. شفت الارنب بتاعي احلى من كل ذبايح فرح حمام. من ناحية أطعم فهو أطعم، بس يا خسارة، الواحد عايز ياكل أرنبين ثلاثة عشان يشبع. ده أرنب جبلي قد الجد، ما مكفيكش، تعال كل دراعي. بطني لسه فاضية، ما تيجي معايا الفرح، نجيب حتتين لحمة جملي. وخالف أوامر سيدي حسان. لا إيه دي، مين اللي ماشي يتسحب هنا؟ ايه ده؟ باين عليه قاصد حد. تعال تعال نمسكه نشوف الاول رايح فين وقاصد مين.
وراح لفين؟ سيبه. طبعا نطلع وراه ازاي؟ نطلع له من الناحية التانية. يلا خدني معاك. سنداري اخويا العار. اسكت كلكم، ما عايز اسمع صوت. قسم بالله العظيم لو ولد جرى له حاجه الشمس ما تطلعش عليه يتحسن كلها. سامعين؟ ضرب النار من هنا، خليكم واقفين. ايه ده؟ زرزور سيدي يا فين؟ مالك؟ عرب دمياط اتكلم. شفت يا عرب؟ سي سناري اخو عبادي هو اللي ضرب على النار وقفلني، وكان متخفف عباية سناجي. هموس عرار. عرار عرار اخوي يا سن
بقول لك كله شبه بعضه، كله شبه بعضه، يعني الواحد ما يعرفش الاصل من التجليد ولا الحقيقه من الغش. يعني ما عرفتش حاجه عن اصل الولد؟ اصله كلام من غير اثبات، لانه ملوش اثبات، يعني ممكن يطلع حقيقه وممكن يطلع غش. والشرطه بجلاله قدرها ما عرفتش حاجه عن اصله ليه؟ طلع شيطاني؟ اهو مناع ده بالذات اول اصله بالنسبه للحكومه والاوراق الرسميه، ابوه جلعه من جذوره عشان ما يورثش الطرف عيلته، زرعه في المدينه من اول ما اتولد، عشان كده الواد ما يعرفش عن اصله اللي حكاه. اعوذ بالله، يعني ابن حرام؟ لا طبعا ابن حلال، وهو لو ابن حرام كان ابوه يورث وملايين يحطها له وديعه في البنك، لو ابن حرام كانوا اهله استخسروا فيه الحياه. طب احنا ايه اللي رمانا الرمي السودا دي يا توفيق؟ ليه؟ من قله العرسان ولاد الاصول؟ دي بنتك لسه الشهر اللي فات رافضه عريسين، لا عارفين اصلهم وفصلهم، ايه اللي رمينا الرمي السودا دي؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بذمتك ده مش مجنون رسمي فهمي نظمي؟ او فارس عايز يخطف حبيبته بالجوه وياخدها على حصان الابيض. والله ما هتضيعك غير الاوهام اللي انت عايشه فيها دي، سيبيني يا اختي اشوف شغلي. الو، ازيك يا باشمهندس؟ لسه برضك اسم الباشمهندس؟ ممكن اشوفك؟ عايزه اتكلم معاك شويه لو سمحت. تشوفيني فين؟ في اي حته زي ما تحب. لو انت فاكره نفسك في باريس ولا لندن؟ لا، في سوهاج، في مكان جديد فتح على النيل للناس اللي عايزه تتعرف على بعض في النور، مش اللي بتهجموا على بيوت الناس في نصاص الليالي. نقول لك ايه، ما تعمليش نفسك زعلانه، انا لمحت امبارح عيونك مبسوطين. انا خلاص بقيت افهمهم واعرف منهم كل حاجه، ومش هخاف من كلامك تاني. انا بخلص شغل الساعه 4:30، كويس؟ كويس كويس يا ست اللواء. مع السلامه. مع السلامه يا مرحان. أنا وحيدة أبوي وأمي، يعني المفروض أطلع بنت دلوعة كل طلباتها مجابة. أنا فعلا كل طلباتي مجابة من وأنا صغيرة، لكن أوجات خوف أبوي علي كان يخليه يعاملني كأني ولد، وأنا كمان إحساسي إن أنا عاوز أعوض أبوي وأمي عن الولد اللي هما ما جابوهوش خلاني أحس الاتنين، الولد والبنت، عشان كده تربيت أعتمد على نفسي وأبقى شخصية مستقلة. شخصية مستقلة كيف يعني؟ ترشح نفسك مجلس القومي للمرأة؟ لا يعني أحب أصرف على نفسي، أجيب احتياجاتي الخاصة، لدرجة أني فكرت أجيب شقة بالقسط تبع البنك. وتجهزيها وتفرشيها على كيفك وتعيش فيها. أنت فاكر نفسك في ساو فرانسيسكو؟ أنت بيت وعايشة في الصعيد. صدق يا مناع، لو قلت لك أني عمري ما حلمت زي أي بنت برجل يجيلها في المنام وياخدها على حصانه، عشان كده ربنا عوضني وجابه في الحقيقة، ده اللي خلاني أجي عشان أجابلك بعد ما جيت امبارح بالليل زي المجنون عشان تطلبني. يا رب ما تكون اتضايقت من طريقتي، أنا عارفة إن أنا برغي من الصبح. أنا من جهة اتضايقت اتضايقت. معقول؟ من إيه؟ اتضايقت لأني معرفتكيش من زمان، بعدين جيت أهو، جيت لأني متعود أمشي ورا إحساسي للنهاية. تعرف يا نورهان، أنا مش مجنون يعني زي ما أنت قلتي، أنا عندي ثلاث أرباع ضارب لكن عندي برضك ربع سليم، وهو ده اللي جاي يعرفك بيه. أنا طول عمري عايش وحدي، وعمري ما كنت متصور يعني إني أقبل فكرة إن في حد هيكمل معايا بقية عمري، لحد ما شفتك. وإيه اللي حصل؟ اللي حصل في إيه؟ إيه اللي حصل لما شفتني؟ لما شفتك حسيت إن عيل صغير عايز يترمى في حضن أمه، يهرب فيه من كل الحاجات اللي بيخاف منها. وخايف من ايه من الناس؟ خايف منتخب مصر يتغلب من سيراليون تبقى فضيحه. كذاب الراجل اللي بيقولك ما يخافش من حاجه. انا بخاف من حاجات كتير. الغريبه اني مش خايف وانا بقولك اني بخاف. ده احلى واشجع كلام سمعته في حياتي.
شوف يا ام جميله، سعدون جوزك الله يرحمه واد عمي غلاوته عندي من غلاوه دياب اخوي، والعيار اللي صابه عند ابوي كان ممكن يصيبنا انا. مقدر ومكتوب. مش معنى انا بعدك بالجواز ان انا مش حزنان عليه، لا والله العظيم لا، انا الحزن في قلبي هيفضل معاي طول عمري، لكن المصلحه مصلحه العيله ومصلحتنا انتم من الجوازه دي. الله يرحم، كان نفسه يجوزها همام. من جوزهم حيرتاح ويفرح في تربته، وبعدين بيتي وبيتكم حق واحد، تخش وتطلع وقت ما انتوا عايزين. وفي نفس الوقت محدش عاد يقول الكلام العفش ده عن ولدي همام والنسمة اللي ما جس عليها الا الرحمة دلك. رحمة؟ رحمة ايه يما؟ نسمة ماتت؟ عم هناجي ذبحها الفجر وغسل عارة، ناس كتير شافوها خدها على الجبل وعاود بعد ما قتلها ودفنها. بس ما اتقتلت؟ ليه؟ ليه يا بوي؟ نسمة شريفة، نسمة عفيفة، ليه يا بوي؟ قتلوها ليه؟ من الناس صالح يا ولدي، من الناس صالح. من الناس صالح كيف يا بوي؟ من الناس صالح كيف؟ همام، همام! ده مجهور على موتها، أمال هتجوزني ليه؟ وبعدين معاك يا عروسة، هو حزنان عشان نسمة ماتت ظلم. طب وكلام الناس يا ابو همام؟ انت عارفة هم متربيين مع بعضين وهم صغيرين، مش بيحبها ويعشقها وكلام الماسخ ده. ايه اللي عملت ده يا همام؟ اتهمل ابوك بيتحدد وتمشي؟ ايه الجبروت ده يا عمي؟ احكي له عليه، رحت له وقلت لهم انها شريفه، وقلت لهم اني كنت بتحدد بعد كيف اختي. ليه؟ ليه يا عمي؟ اقتلوها ليه؟ وهو بيحب جميل وعايز يتجوز جميل. انت بتعمنا من لحمنا ودمنا. فوتكم منها، انا عارفه هعجل بنتي كيف. المهم دلوقتي يا كبير، بنتي هتتجوز همام وتعيش معاه فين؟ فين يعني؟ في بيت واد عم سعدون الله يرحمه. البيت كبير وواسع وساعكم كلكم، ويبقى كبيركم وراجلكم. لا، انا احب اكون حره في بيتي، لا احب اضايق حد ولا حد يضايق علي. واخد بالك يا ابو همام، رايده بنتها هتعيش هنا كان البيت ناقص حريم. الواد اولى ببيت ابوه، احنا تربينا على كده. وبيتكم يا ام جميله يقعد كده من غراجه؟ هيقعد بيتي مفتوح لبنتي وهمام، يزوروني وقت ما يحبوا ويطمنوا علي. وحسك في الدنيا يا ابو همام. خلاص يا ام جميله، جهزي بنتك الخميس الجاي وحنزفها وندخلها هنه مع همام في قطه. ربنا يتمم بخير، فوتكم بعافية. يلا جميلة. عافيك يا اختي. سلام يا اختي. سلام يا عروس. يلا يا جميلة. سلام يا مرات ولدي. هتقول الشاي برا في الهوا الا انا اتخنق. شفت المرة ام عين غليظة؟ قال عايزة بنتها تعيش هنا. طب ده بيت سعدون اوسع من بيتنا. بتوسع لنفسها طريق، تلقيها عايزه تتجوز بعد العده. وده مين اللي يرضى يتجوز المره الناشفه دي؟ اللي طمعان في بيته وسط سعدون. ماشي يا مو جميل، بس تفوت الجوازه دي وانا اللي حميل بختك واقف لك. سامحيني يا نسمه، سامحيني يا حبيبتي، انا جمال ما استحقش حبك ولا استحق انك تموتي بسببي. سامحيني يا ضي عيوني، سامحي يا قمر ليلي الاسود يلي من بعدك احشوف غير السواد.
سامحيني سامحيني يا حب عمري كله. تعالى يا بن داري، تعالى يا ولد ابوي نشرب ونتسلطنوا، فوتك من الافيون اللي هيهد حيلك ده. الافيون ده مزاج وعلاج، الحشيش ما بيظبطليش دماغي. الحشيشه دي زينه وهتعدل دماغك، ولو دماغك ما تزبطتش ابقى خد لك سنه افيون، واحنا يعني هنشتروه؟ ما هذا موجود وده موجود والخير كتير والحمد لله. ما قلت ليش يعني اجاب هنصرفه ونصبه في الحشيش كيف؟ الرجاله عايزين حقهم عرقهم. رجاله بيقولوا يا كبير ادونا حقنا حشيش ونبيعه. حقنا حشيش ونبيعه؟ دول كدابين. النفر منهم لو صادف ونزل البندر بيمشي يتلفت حواليه خايف الحكومه تعكشه، فاكرين انهم هينزلوا البندر يسرحوا بالحشيش ليه؟ فاكرين املوح حيار. يا كبير الزاد ما دخلش بيتهم ليهم اسابيع. دبرنا جاب والعمل يا اخوي. انا اتفقت مع واحد من العرب اللي بيمروا علينا، قال لي ان هو في طريقه بيعدى على عيله السمان وهم اغلبهم تجار مخدرات، اديت عينه يوريها ليهم. عيلة السمان بتاع الصمتة ولا بدار السيوط؟ معرفش، هو قال لي هيعاود بعد اسبوع ولا عشر ايام ويرد علي. طب عرفتش عيلة حسين عملت ايه في نصيبها؟ ايه بعته يعني وبكام؟ وهم دول هيغلبوا؟ ما مناع عارف كل تجار المخدرات اللي في مصر وبيتفق معاهم. امال هم الخواجات كان عايزين يحطوني مطرح عليه، ما هم كانوا خايفين منه. يا خساره، كان نفسي ولد همام يبقى زي مناع زكاوته. انا فت وصاحبه سنين طويله عشان يبقى زيه، لكن صاحبه عشان يحشر اخته. ما تشغلش بالك بهمام يا اخوي، ديت هيتجوز وانا هستلمه واخليه راجل وهموت قلبه الرهيف ده. عايز قلبه حجر صوال وغلاوتك عندي يا ولد ابوي اللي خليه يحط ولده الصغير تحت رجليه ويفعصه من غير ما يحن. الايام اللي جايه عايزه رجاله بقلب حديد، لازم نسبته لعيله حسان ان احنا نقدر نزرع الحشيش ونبيعوه من غير ما نحتاجوا له. تصدقت انهم هيبطلوا؟ صحيح، اللي يدوب مكسب الحشيش ما يقدرش يفوت ابدا، انت عارف كل حاجه. حتى لو بطلوا يا اخوي، حتى لو بطلوا خليهم يستغنوا، احنا مش هنبطلوا ونبجحن الغناي وهم الشحاتين الفقراء وندوسوا عليهم برجلينا. المهم الاول جوازة همام التم يكون في معلوم الجميع، اللي هيجيب سيرة نسمة مرة تانية هيحصلها، دي حكاية وانفضت خلاص. احنا بنتكلم عن طارنا عند البندرية، ما هو مش معقول نقبل ان بيتنا تبقى تحت التراب واللي غواها بيتجوز ويتنى، ده ما يرضيش ربنا. شاهين مالكش صالح، البت بتي والطار طاري وانا اللي اقول، ما عايز حد يتكلم في الموضوع ده. طب ونصبر على معايرة عيلة البندرية ليه؟ اكتم اكتم يا حمار يا غبي. يا اخوانا احنا عندنا اللي اهم دلوقت. ايوه مناع ولدي ربنا يكرمه اشترى 200 فدان برا النجع، هنزرعهم من خيرات ربنا، خضار وقمح وفاكهه وكل حاجه. 200 فدان؟ ايوه. صح الكلام ده يا كبير؟ ايوه يا ولدي، والارض والمحصول هنبقى شركاء فيه. وفي نفس الوقت مش ههملوا النجع البندرية، يتمكنوا منه ويتحكموا فيه لا، لكن كيف ما عمرنا النجع هنعمروا الأرض الجديدة ونعيش من خيرها في أمان وبعيد عن المخدرات. بقول يا رجالة، اللي مش معانا ملناش صالح بيه، واللي يده في يدنا يبقى على الحلوة والمرة مع بعض. احنا كلنا معاك يا كبيرنا. احنا عمرنا ما نخالفك يا عمي. يبقى على بركة الله،
هنطلع الأرض الجديدة يا ناجر، وعمل المكن والمواتير ما يجوا هنبني العشش اللي هنعيش فيها وربنا يكرمنا. دي سلالة نظيفة ومية مية مناع بيه. أمال فاكر إيه يا دكتور؟ فاكرني بلع في بلاد بره ياك. لا والله. أهلا 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 يا باشا. لا مؤاخذة المكان مش قد المجام، أنا رأيي نروح على المكتبة وعلى الججال ننضف. مفيش داعي يا مناع، لما قالوا لي إن شحنة المواشي وصلت قلت أكيد هلاقيك بتستلمها هنا، وبالمرة أجي أبارك لك. يا باشا سيادتك تطلبني في أي وقت وأنا أجيك لحد عندك. يا مناع أنت راجل نظيف ومفيش عليك أي شبهة، إحنا نجيلك ضيوف وبس. وتأكدت إنها شحنة مواشي فعلا؟ راجل عيب، أنا قلت لك يا مناع أنت ملفك سليم وتحرياتك سليمة والتقرير في مصلحتك، أنا جاي لك وسط خير في هدف نبيل. أؤمر يا باشا. أنت قدمت البت توفيق بيها؟ ده أنا متراقب. يا سيدي لا متراقب ولا حاجة، كل ما في الأمر إن الراجل بده يطمن بيسأل عنك. ظاهر يا بيه إن المعلومات السرية اللي حضرتك قلتها له ما عجبتوش، مع إنك وعدت إن تكون سرية، لكن ماشي عادي. اسمع يا مناع، لما سألت توفيق بيه عن موضوعكم لقيته لسه قلقان، فأنا من ناحيتي طمنته وقلت أجي أبشرك بالخبر السعيد دوت، وبالمرة أضمن دعوة الفرح. انت تشرفني يا بيه، يمين بالله تكون أول المدعوين. ألف مبروك يا عريس. أسيبك تشوف شغلك. يلا سلام عليكم. سلام ورحمة الله. على السلامة يا باشا. ألف مبروك يا كبير. الله يبارك فيك يا عمادي. الله يبارك فيك. كان نفس أهل النجع كلهم يكونوا موجودين، لكن يلا عيلة حسان ما عادتش تهمنا. أهل النجع كلهم عارفين بالجوازة دي. همام يا همام، مهر عروستك يا ولدي عشان عمك عبادي يشهد عليه هو وناسه. وديه لمين أبوي؟ هديه لعم المرحوم ولا لمرت عمي أم جميلة؟ لي أنا يا ولدي، أنا في مقام أبوها. مال أنت كبير العيلة وكبير النجع كله. هات يا همام. دياب وصل المهر ده لأم العروسة جوا مع الحريم. حاضر يا كبير. مبارك يا همام، منورين يا رجالة. بكرة إن شاء الله ليلة الحنة، وبعد بكرة هتتزف العروسة من بيتها لحد بيتي. طبعا انتوا كلكم معزومين ولا ايه يا عبادي؟ مبروك يا كبير. مبروك يا كبير. مبروك. الحمد لله الحمد لله. الف بركة يا كبير. المهر وصل الحمد لله. نقروا الفاتحة ان ربنا يهديهم ويرزقهم بالذرية الصالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقروا الفاتحة كمان على روح نسمة بنت حسان اللي اتقتلت ظلم بسببي، واشهدوا يا ناس انها بريئة وانا كمان بريء. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. ايه رأيك عاد في الشياكة دي؟ حرام عليك يا مناع، امك عايشة بتتمنى اليوم اللي تجوزك فيه وتفرح بيك. عمك مغوري كل يوم بيجي لابوك ويأكد عليه انه حجز لك فاطنة. هي غسالة بالقسط حجزها. يكش تكوني فاكراني مرة عشان يتجوزوني على كيفهم. انت حر، بس لو اتجوزت على كيفك كده مفيش حد من العيلة هيوقف في صفك. مش بعيد ابوك يتبرى منك ويقطعوك. عقلك في راسك تعرف خلاصك يا اخوي. ما انا ما كنتش ناوي اقول لهم على حاجه. طبعا هتقول لهم كيف؟ ما انت موتهم بالحياه يا بنت. افهمي، انا طول عمري عايش في سوهاج وحدي، لا ليا ابو ولا عم ولا خال ولا ام،
كيف يطلع لي أهلي من تحت تقطيق الأرض؟ شطاني؟ ما تهتيش معاه، أنا ما عارفاش غير الأصول. اللي يتبرى من أمه وأبوه عمره ما يبكي على أخته. أنا أكرمني إني أعود لأبويا يقتلني ولا إني أعيش معاك هنا مدفونة بالحياة. هرجعك وأطلع أبويا كذاب قدام أهل النجع. ماشي يا مناع، هرجع لوحدي واللي يسأل ما يتوهش. أنت تهبلتي؟ أصبري لما تشوف حل في مشكلتك مع همام. والله خلاص هرجعك يوم الخميس وفرح همام محدش هياخد باله من عودة القتيلة. طب عشان خاطري يا أخوي فكر في موضوع فاطمة. لو عرفت قد ايه البت دي بتحبك عمرك ما تهملها وتتجوز واحدة من البندر. طب سيبيني في حالي دلوقتي. على كيفك يا مناع. خرب بيت مخك الزنخ، نكدت علي الله يسامحك. عفارب عليك يا سناري، أنا دلوقتي اطمنت، بتنشم في الليل زي النهار. اطمن يا اخوي اطمن، الطلقة الجاية هتكون في قلب همام وسط الزفة. اوعى حد يشوفك يا ود ابوي ولا حتى من عيلتنا، احسن نروح كلنا في 60 داهية. ما تخافش يا اخوي، انا عامل حسابي زين وحطخه واندس وسط عيلته ولا حد هيحس بيا. وبعديها تسيب سلاحك ده وتحط جاره العباية دي. ايه دي؟ العباية دي مش غريبة عليا، مش دي عباية ناجي اخو حسان؟ كيف اتحصلت عليها انت؟ مالكش صالح، انا مدبر للحكاية دي زين، خصوصا بعد البندرية ما عرفوا ان ناجي قال انه ملزم بطار بنت اخوه من همام. حلو قوي 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 يا اخوي، وبقديه البندرية تقوم على الحوايطة وتولع ونخلص من الاتنين في وقت واحد. باه 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 باه، قول لي يا سناري من متى ابتديت تفهم؟ من امبارح العصر. ليه يا واد؟ قوم من على حجر امك، انت اتسخطت ولا ايه؟ بقى ما طول النهار مهدود حيله في الارض، عامله عارفك بدك ترجعيه نغه تاني مش كده؟ جري يا ناجي لسه ورانا شغل كتير. الله ما تشدش على الواد احسن يطق. والله يا عمي ما حدش يشتغل في الارض دي قدي. تسلمي وماله يا واد، خليك تقوى وتبقى راجل. اسكتوا، البندرية عيموتوا ونفسهم يعرفوا احنا ليه نزلنا من الجبل وبنشتغلوا في الارض دي. فاكريننا بنشتغلوا انفار عند صاحب الارض، ما يعرفوش ان هي ارضنا. بقول لك ايه، احنا ملناش كلام مع حد. ايوه ولا انتوا حد تتكلموا حارمهم، القطيعه دي جت لمصلحتنا. اسمع يا كبير، فرح حمام بكره ورجالة العيلة كلهم متكدين ومستنيين ياخدوا بالطار. طار مين يا ناجي؟ احنا ملناش طار عند حد، وبنتنا شريفة وعفيفة والحمد لله. الناس ما يعرفوش كده. احنا ملناش دعوة بالناس، اذا كان على ولدهم فحسابي معاه بعدين وحقده، بس من غير قتل. مساء الخير. مساء الخير. اهلا اهلا. يا مرتي اهلا استهان نورهان. اهلا. ودي نور عيني ونور حياتي كلها. نور حياتك بس يا بيه، دي شمس وقمر في وقت واحد، ربنا يخليها لك. وطبعا ست الكل، اصل الحكايه كلها ايه ده؟ ازاي انا كنت ظلمك يا مناع بيه؟ لا ظلومه ولا حاجه استهاني، دي بنتك برضك، ومن حقك تخافي على الجوهر المصونه اللي عندك وما تديهاش غير للي يقدرها. وانا عايزكم تتاكدوا ان انا كد كلامي وان نورهان في عيني من جوه، وانا جاهز لكل طلباتكم. ها امروا. شوف يا منابي، انا شخصيا كأم مش عايزه لبنتي غير السعاده وراحه البال. انا زي ما انت شايفه هانم وحداني، ومليش طموح في الدنيا غير ان اسعد شريكه حياتي اللي هتخلصني من الوحده ومن ايام العزوبيه. جي عليك الدور يا نورهان تطلبي. انا راضيه باللي يرضى بيه ابوي وامي، وكفايه عليا اتجوز راجل احس معاه بالامان. انا بقى اللي يرضيني انكوا تيجوا تعيشوا معانا هنا، البيت واسع زي ما انت شايف واحنا ملناش غيرها. مش معقول بعد ما قبلنا
هتحرمنا منها؟ كأنك نسيت يا ست الكل إن إحنا صعايدة، والبدلة والقميص لا بيغيروا تجاليدنا ولا بيقولوا لساننا. مراتي لازم تعيش في بيتي وتاكل من عرق جبيني، مش كده برضك يا توفيق بيه؟ عليها تقصد يا مناع بيه يعني انها؟ انا فاهم يا توفيق بيه ومجدل وكلامه على راسي من فوق، بس انا عندي فكره زينه وما تردوش عليا دلوقتي. ايه هي؟ خلي بيتكم الجميل ده للاجازات او اجلوه لاي حد، وشرفوني عندي في بيتي الجديد اللي هيكون قصري يليق بيكم وبالعروسه طبعا. احنا صعيدة يا مناع بيه، وده عيب، دي فكره صعبه قوي، لكن عشان خاطر بيتنا ادينا فرصه نفكر. براحتكم خالص، وانا واثق ان احنا مش هنختلفوا بامر الله. وده لو كتوفيق بيه بعد اذن حضرتك واذن الهانم طبعا، عايزين نقدم الهدايا البسيطه دي للعروسه قبل ما نقروا الفاتحه. سنسلة الماس. ليه كده ياما؟ عايزه تشعلينيها ليه؟ الكفايه اللي هما فيه من ميتة كانوا عدونا. احنا حرينا بفرحنا يا ولد، ما دام ما حدش جه من عيله حسان يشاركونا فرحنا يبقى عدونا. مظبوط يا ولد ابوي، اضرب نار يا ولد، اللي هينقص رصاصه هياخد علبه رصاصه هديه من العريس. ضرب الطبل وركسوني، هرقص الولد اخوي وركسوا معاه. عليك يا ولدي كأنها جنازتك مش جوازتك. يا ترى من جارتك على بنت حسان ولا من خوفك على اللي ممكن يعملوه فيك أهلها؟ إذاك مالها متكدر كده يا بنتي، خلي بالك من الولد يا جاب. هتقول ايه يا ولد ابوي؟ الله في سماء لو حد فكر يمسها بسوء تكون جات لهم ولدهم مناع. قالت لك مبروك، يلا بقى عشان تقدموا لحضرته العصير، شكله كده من النوع اللي بيجري فجأة. لو بيحبها هيبقى ومش هون عليه يمشي. لو فضلنا واقفين كده وسايبينه مع بابا لوحدهم اكيد هيمشي. تعالي يا دكتورة عشان اعرفك بيه، كلامه هيعجبك قوي. لا روحي انت الاول، انا هجيب هند وهنحصلكم.
هروح لوحدي؟ لا اتكسف، تعالوا نروح مع بعض. خلاص بقى امسكي نفسك، نسيت اللي قلتهولك ولا ايه؟ طب انا راضيه ضميرك يا هند، لو انتي مكاني تقدري تمسكي نفسك؟ يا سلام، ما انا جوزي دكتور وزي القمر واحلى من مناع بتاعك كمان، لكن كنت ماسكه نفسي. انا متهيألي ان مفيش زي مناع ابدا. بنت ايه اللي جرالك؟ اتجننتي ولا ايه؟ اسفه يا ماما نسيت نفسي. اتعشيتي؟ لا. اتعشيت عند نسايبك ولا تقعد تتعشى؟ والواد حصاوي عاود ولا لا؟ ما هو قالك انه هيبيت هناك وهيعاود بعد ما يرجع اخته، والصبح هيكون عندك في المزرعة. انت وشك مقلوب ليه؟ كأنك مش مبسوطة. وهي تفرق معاك في ايه يا اخوي؟ ما تقولش همي، اديني عايشة، عايشة كيف الميتين. يا حزن ابوي، لازم تقولي تنكد عليها وتحرق دمي. انا محروق عليك انت يا اخوي، الجوازة دي هتعمل لك فضيحة اكبر من فضيحتي مع همام. فضيحة؟ انا اعرف مصلحتي زين. لما ابوي طلع لي شهادة ميلاد كانه قسمني نصين، ولو كنت عشت تايه ذنبه مية عيالي يطلعوا تايهين. انا من حق عايزها بقيت خلق الله، اتجوز واحدة بنت ناس وخلف عيال يطلعوا في النور. حقك يا اخوي، بس كمان تقدر تتجوز بنت عمك وتجيبها هنا كيف ما جبتني، وتبقى عملت خدمة لأهلك وناسك. يا ناس من اطربطتي من كلمتي وقعدت فتح على واحدة تناسبني، استقطرين علي افرح ولا لازم نعيش بقية حياتي في هم وعذاب ومرار. هانت هانت يا اخوي، بس برضك تقدر تتجوز بنت عمك وتسيبها في الناجح، وترجع تتجوز البنت اللي انت رايتها، وانا كاني ما اعرفش حاجه، وتبقى رضيت ابوك وناسك ورضيت نفسك، ويبقى لي عيال في الضلمه وعيال في النور. المهم انك تقدر تعدل بينهم. اكرا عمرها ما جت في بالي. انا عملت اللي عليا يا اخوي ونصحتك وانت بخاطرك، بس اوعاك تشيلني ذنبك، وان كان عليا اعتبرني ميته، لا شفت حاجه ولا سمعت حاجه. مين؟ انا يا نور. اتفضل يا ماما. كده كسفتيني قدام هند؟ كنت خايف عليكي من الحسد، العين وحشه يا نور. طب ايه رايك في العريس؟ اطمنتي له؟ بصراحه هو له هيبه كده وراسي في كلامه، انما ناحيه اطمنت له لا لسه، عايزاك انت كمان كده تكوني راسيه وتقيله. غصب عني يا امي كنت فرحانه قوي، ما تعودتش اخبي. ينفع اكلمه واطمن عليه انه روح واعرف رايه فينا ايه؟ تعرفي برضه رايه فينا؟ كلمي يا اختي، بس وانا جنبك عشان تتلمي في كلامك. غريبه كل ده لسه في الطريق. طب الموبايل؟ وادي التلفون كأني لسه ما رجعتش. مكفول، انا خايفه يكون جراله حاجه. ايه الفال الوحش ده؟ طولي بالك. انا عارفه بقى يا بنتي، احنا لسه اغرب عن بعضنا، ما نعرفش حاجه عن حياته، بيروح فين بيجي منين. حاضر يا ماما هحاول انام. تصبح على خير يا حبيبتي. تصبح على خير. طمني عليك.
زمانها طهجت. طمني عليك. ما قدرش اكسى عليك اكتر من كده يا نورهان. ايوه نورهان، انا قريت رسالتك اول ما حطيت الموبايل في الشاحن. اطمني، انا الحمد لله بخير. لا ما تقلقيش، انا ظروف شغلي صعبه، بسافر كتير واتحرك كتير. وانا ما تزعليش مني، ما تعودتش اعرف حد انا رايح فين ولا جاي منين. يعني عندك بكره مثلا عندي سفر واتفاق مع عملاء جداد كده فجأة. انا عايزك تتعود على المفاجآت لحد ما نتعود اديكي خبر. وعايز اقول لك ان انا مهمل قوي في حكايه الموبايلات دي، اوقات كتير بنساها. يعني ما تاخديش على خاطرك مني وتفتكر ان انا مش عايز اكلمك ولا ارد عليكي. يلا روحي نامي، تصبح على خير. وانت من اهل الخير، مع السلامه. ياه، من هنا وجاي لازم اعمل حسابك انت كمان يا نورهان، والا الامور كلها هتتخربط. اتواصلوا الانفار دول بسرعه وتعودوا تاخدوا نقله ناس تانيه. والحكمه سناجي تشتغل في ارض على بعد 100 فدان. مالكش صالح باللي بنعمله، خليك في حالك. احنا متفقين على الحموله دي يوماتي ولا؟ احنا في الكتله ربع ساعه ممكن رجعنا ناخد البنك. هم يلا. احنا محتاجين عربيات تكون ملكنا كبير بدل حوجتنا للسواقين دول. والله من يعرف مناع هيشتري ايه ولا ايه. حكايه الارض دي هتكلفنا فلوس كتير. وعشان كده يا كبير قلت لك نزرع زرعه حشيش السنه دي. لا لا لا، انا عارف عقل مناع ولدي، وما دام نقل النقله دي يبقى عامل حساب. ما بينش، والا كان جاب لنا الجرارات والمواطير. مناع عارف ان عين الحكومه عليه، واي غلطه حتجيب الحكومه لحد عندنا. طب خد بالك يا كبير، عبادي وسناري جايين علينا هناك، هم نفسهم يعرفوا سرنا، غيظهم وما تريحهمش. مع خير يا كبير النجع، سايب النجع ورايح فين زي كل يوم؟ اطلعوا يلا وعودوا تاني، لسه عندنا انفار كتير. هتزرعها حشيش برضك؟ انا قلت خلاص مش هنزرعوا الحشيش تاني، احنا خدنا ارض جنب بيار الميه. ان شاء الله هنزرعها من خيرات ربنا، وباذن الله لو عايزين تشتروا من محصولها احنا تحت امركم. ما دام اشتريتوا ارض جديده ابقوا ابيعوا لنا ارضكم اللي في النجع. لا يا سناري، مش هنفرطوا في شبر واحد من ارضنا. سناري قصده ان احنا ما نقدرش نشتري ارض زيكم من اهل البندر، لكن نقدر نشتري من بعضينا جوا النجع من غير لا ورق ولا عقودات. ايوه، ومناع يقدر يشتري من اي حد ويوسع عليكم. قلت ايه يا كبير النجع؟ انا وبنداري عرفنا من صاحب الارض اللي اشتريته منه ان ولدك ربنا يحميه اشترى 300 فدان حته واحده وسجلهم باسمه. طيب عندكم الارض دي كلها يرمح فيها الخيل، ومستخسرين فينا كم فدان جوا النجع؟ الله اكبر في عينيكم، احنا مش همنا لكم زراعه الحشيش، سيبونا في حالنا بقى. اسمع يا عبادي، قل لي بنداري اني قصرت الشر عنكم ومش ههملكم تطمعوا فيا اكتر من كده. انا اخترت طريق وانتوا اخترتوا زراعه المخدرات، يعني كل حي متعلق من عرقوبه. بس كلامك ده يا كبير ما فيهوش قصر شر، انتوا ممكن تغدروا بينا للحكومه. احنا بيوتنا كلها جار بعض، يعني لو وصل خبر للحكومه مش هتفرق بين بيوتنا وبيوت بنداري وبيوتكم، الهم طايلنا وطايلكم. خلاص يا كبير، الليله هقعد مع بنداري في الفرح واتفق معاه على حل. ما تنكش في النار يا عبادي،